بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن والأبد أمين. هقرأ لأجل تعلمنا المزمور 41. طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. الرب يحفظه ويحييه ويختبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه. الرب يعضده وهو على فراش الضعف، مهدت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي، لأني قد أخطأت إليك. أعدائي يتقاولون علي بشر، متى يموت ويبيد اسمه؟ وإن دخل ليراني يتكلم بالكذب. قلبه يجمع لنفسه اسما، يخرج في الخارج يتكلم، كل مبغضية يتناجون معا علي، علي تفكروا بأذيتي، يقولون أمر الرديء قد انسكب عليه، حيث الضجع لا يعود يقوم. أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه. أما أنت يا رب فارحمني وأقمني فأجازيهم، بهذا علمت أنك سررت بي أنه لم يهتف علي عدوي. أما أنا فبكمالي دعمتني وأقمتني قدامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد أمين فأمين. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في البداية قبل ما نأخذ تأمل في هذه الليلة، أود أن أشكر كل الذين قدموا مشاعرهم وتعزيتهم في حادث الأيام الماضية. نشكر السيد رئيس الجمهورية الذي كلمنا تليفونيا، المستشار عدلي منصور، ونشكر السيد الأستاذ الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء مجلس الوزراء. نشكر أيضا النائب الأول ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي. نشكر أيضا السيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وفي مكالمة أخرى نشكر سيادة الفريق سامي عنان على تعزيتهم. أيضا عدد كبير من الوزراء ومن الأحزاب، ممثلي الأحزاب ومن رموز المجتمع بصفة عامة، قدموا مشاعرهم وتعزيتهم بوسائل متعددة، سواء المكالمات التليفونية أو الرسائل المكتوبة أو البرقيات التعزية أو الرسائل الإلكترونية. نحن نشكر الجميع على محبتهم ومشاعرهم. نصلي من أجل أبنائنا الذين انتقلوا في هذا الحادث المؤلم والبشع، ونصلي من أجل أبنائنا الذين تعرضوا لإصابات متعددة، أبنائنا المسلمين والمسيحيين الذين أصيبوا في هذا الحادث. نصلي من أجل الجميع، ونصلي أيضا من أجل الذين فعلوا هذه الفعلة وقتلوا الفرح في نفوس مصرية أرادت أن تفرح. نصلي من أجلهم أن يفتح الرب عيون قلوبهم وأذهانهم. نصلي إليهم عالمين أن الله سيعطي كل إنسان حسب أعماله حسب حياته. فالله ضابط الكل، هو ينظر إلى كل إنسان خلقه على هذه الأرض، يراقب أعماله وأفعاله ومشاعره وما يبطنه وما يظهر منه، وسيعطي كل إنسان حسب أعماله. إذا كان الوطن يتعرض لمحنة في هذه الأيام وهذه الشهور، ولكننا نعلم أن إخوتنا المسلمين في الوطن وأبنائنا كلنا نحيا في محبة واحدة، والذي فعل هذه الفعلة ليس من الوطن، ولكننا أيضا نصلي إليه حتى لا يكون نغمة ناشزة في حياة الوطن وحياة المصريين الآمنة. نصلي أن يفتح الرب
قلوبهم، أن يهديهم، أن يعطيهم نعمة ومعونة. نعلم أن الإنسان قد يسقط في طريقه أو يصنع شرا أو جرما، ولكن أيضا باب التوبة مفتوح. فأنا أقدم نداء لهؤلاء الذين يسببون ألما ومعاناة في مجتمعنا المصري الآمن، أن باب التوبة مازال مفتوح أمامهم، وأن باب التوبة يمكن أن يعيد الإنسان إلى حالة فاضلة. نصلي من أجل الجميع، ونصلي أن يحفظ الرب مصر، وأن يحفظ الرب مصر من كل شر، من كل ألم، ويعطيها فرصة أن تقوم من هذه الضعفات. أيضا نشكر فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، ونشكر الأزهر وكل شيوخه الفضائل الأفاضل الذين قدموا تعزية لإخوتنا الذين سقطوا ضحايا، والذين تعرضوا لإصابات، الأطفال منهم والشباب والسيدات. ونصلي من أجل الجميع أن يرحمنا الله. كلمتكم في الأسابيع الماضية ونحن مع بداية العام القبطي الجديد كيف نشبع في علاقتنا بالسيد المسيح، وأخذت معجزة الخمس خبزات والسمكتين بصورة رمزية باعتبار أنها معجزة شبع. ولأنها معجزة شبع فنحن نبحث عن شبعنا في علاقتنا الروحية. كلمتكم عن الكتاب المقدس كخبزة أولى أنه رسالة حب، ثم الخبزة الثانية الصلاة لقاء حب بين الإنسان والله، والخبزة الثالثة كانت عن التوبة وأن التوبة خطوة حب، ثم الخبزة الرابعة فكانت عن سر التناول الإفخارستيا أنها شركة حب. اليوم أكلمكم على الخبزة الخامسة وهي الصوم رفيق الصلاة، والصوم نعتبره خبرة حب. ففترات الأصوام هي فترات لاختبار محبتنا لله ومحبة الله لنا. نحن نصوم في كنيستنا فترات كثيرة، وكنيستنا كنيسة ناسكة وزاهدة، فهكذا تعلمنا المسيحية. نحن نصوم أربعة أصوام طويلة، كلمة طويلة يعني أكثر من ثلاثة أيام، صوم الميلاد 43 يوم، والصوم الكبير 55 يوم، وصوم الرسل فترة تتراوح ما بين 15 يوم لغاية 48 أو 49 يوم، متوسط شهر تقريبا، ثم صوم العذراء مريم وده أسبوعين. نصوم أيضا أربعة أصوام قصيرة يعني ثلاثة أيام فأقل، صوم يونان أو نينوى، وصوم الأربعاء يوم الأربعاء من كل أسبوع، وصوم يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم صوم البرامون اليوم الذي يسبق عيد الغطاس وقد يمتد يكون يومين أو ثلاثة. أما برامون عيد الميلاد فهو داخل في فترة صوم الميلاد. أيضا توجد أصوام في كنيستنا، فالكاهن عقب رسامته يصوم 40 يوما على مثال 40 يوم اللي صمهم موسى النبي وصمهم السيد المسيح، ويصوم الأسقف في رسامته سنة كاملة. وأيضا نصوم في أوقات الضيقات والمناسبات أصوام شخصية أو عامة، ونصوم كما اختبرنا في العام الماضي أصوام في فترة انتخاب البطريرك الجديد، الأصوام مرتبطة
بفترة الانتخابات أو فترة القرعة، ودي نوع من المشاركة الكبيرة جدا لكل الشعب في هذه المناسبة، مناسبة اختيار بطريرك جديد للكنيسة. الصوم وصية قديمة جدا، وصية قديمة تعود إلى وقت خلقة آدم وحواء عندما كان في الجنة، وأعطاهم الله تدريب صوم، وكان هذا التدريب تدريبا بسيطا جدا، وكان من ورائه يريد أن الله أن يعلم الإنسان في بداياته، يعلمه دروس كثيرة. قال له قدامك كل الجنة، كل أشجار الجنة، كل زي ما أنت عايز، ولكن ابعد عن هذه الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر. وبالمنطق البشري نجد هذا الأمر بسيطا جدا، جنة فيها أشجار، فيها أنواع، فيها ثمار، كلها متاحة ليا ما عدا شجرة واحدة. وهنا الإنسان كان أمام امتحان، امتحان أولا امتحان صوم، وامتحان ضبط النفس، وامتحان الطاعة، وامتحان عدم كسر الوصية، وامتحان إعلان محبته لله، عشان بحبك يا رب بسمع وصيتك وكلمتك. ولكن للأسف سقط الإنسان الأول، سقط في هذا الامتحان البسيط جدا، وكسر الوصية، وكسر أيضا قلب الله. عشان كده في آية نقراها مرتين في العهد القديم وفي العهد الجديد، نفس الآية، والآية دي كررها السيد المسيح في التجربة على الجبل، وكلكم حافظين: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ليس بالخبز وحده، جاءت في سفر التثنية 8:3، وجاءت في إنجيل معلمنا متى 4:4. وصارت هذه الوصية هي قاعدة الصوم، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. وصارت فترات الأصوام فترات فعلا يختبر فيها الإنسان خبرة الحب، إن يا رب إن الحياة دهيت بالطعام اللي فيها اللي بنمارسه كل يوم أكتر من مرة وبيعبر عن احتياج جسدي، أنا ممكن يا رب أضبط نفسي فيه عشان بحبك. وصارت فترة الصوم هي فترة لكي ما تزداد خبرتك ومحبتك لله. الصوم ليس حرمانا، خالي من نقطة الحرمان، والصوم ليس كبتا للجسد، والصوم حتى ليس رياضة بدنية. في ناس بتصوم عشان الرجيم أو غير الرجيم، الصوم خالي من هذه الأمور. الصوم هو أساسا تعبير حب، أنا بحبك يا رب، مش عايز أتشغل عن حد غيرك. والطعام ده أكتر حاجة بتاخد مننا تفكير كل يوم، هناكل إيه النهاردة؟ كلنا السؤال ده بيبقى في ذهننا. ولذلك يقف الإنسان المسيحي ويعلن أمام الله: إني أحبك. وعايزك تفتكر حاجة مهمة، إن الصوم ليس تعبير القوة، يعني أنا مش بصوم عشان قوي أبدا. تفتكر وياي أن السيد المسيح عندما تكلم في بداية العظة على الجبل يتحدث عن أركان الحياة المسيحية في إنجيل معلمنا متى إصحاح 6، تحدث على أن الصوم يسبق خطوتين. الخطوة الأولى هي خطوة الصدقة، والخطوة الثانية هي خطوة الصلاة، ثم تأتي حياة الصوم أو اختبار الصوم
ليكون نمرة 3. تستغرب وياي وازاي انها خبزة مهمة وخبرة حب ويحطها مسحنا في ترتيب 3. الصدقة اللي خدت المركز الأول هي تعبير عن علاقتي بالآخر وإحساسي ومشاعري بالإنسان الآخر. الإنسان الآخر في أي احتياج، في أي احتياج، وهذا الإنسان الآخر لا أنظر إليه لا بمفهوم ديني ولا بمفهوم عنصري ولا بمفهوم طائفي ولا بمفهوم عرقي، أي إنسان آخر. لذلك نتألم لأي ألم لأي إنسان في أي مكان في العالم، ونصلي من أجل كل إنسان حتى لو كان بعيد عنا، حتى لو كناش نعرف اسمه إيه. فالصدقة نمرة 1 لأنها تعبير عن الشعور بالآخر، ثم تأتي الصلاة لكي ما يكون تعبير عن علاقتنا بالله. يعني شوف الآخر الأول وبعد كده الله، نمرة 2، وبعد نمرة 3 الإنسان ذاته نفسه من خلال الصوم. فالصوم هو وسيلة قوية جدا علشان تجعل الإنسان يدخل في هذه الخبرة، خبرة الحب. الصوم المسيحي بيعتمد أساسا على فترة انقطاع ثم فترة تناول طعام نباتي. فترة الانقطاع تمتد لغاية الساعة 3 الظهر، طبعا حسب تدبير أب الأطراف لكل واحد، وفترة الطعام النباتي تأخذ بقية اليوم. فترة الانقطاع هي تدريب لإرادة الإنسان، فتيجي قدام الطعام وبتقول لا، مع أن الطعام متاح لكن بيقول لا أنا صايم. وزي ما هشرح بعد قليل، الصوم ليس عن الطعام فقط، لكن هو يعني الحاجة اللي بنستخدمها أو هي العنصر الأول في الصوم. فبيتدرب في الإنسان إرادة اللأ. إرادة اللأ دي هي الإرادة التي نقف بها أمام أي خطية. الخطية عبارة عن إيه؟ بتيجي تصادف الإنسان أو الإنسان يسعى إليه. لو إنسان جد بيقدر يقول لأ، إنسان مش واخد باله بيقع في الخطية. فالصوم هو تدريب كلمة لأ، تدريب للإرادة. ثم تأتي فترة الانقطاع، فترة التناول الطعام النباتي. الطعام النباتي يفكرنا بآدم وحواء الذين كانوا في الجنة قبل الخطية، كانوا يأكلون من أشجار الأرض فكان طعامهم نباتيا. والفترة النباتية دهيت لأن الطعام النباتي دائما يعطي طاقة هادئة للإنسان، طاقة ناعمة للإنسان، مش طاقة تثير شهواته أو تثير غرائزه. وعشان كده احنا بنصوم الصوم بصفة عامة، لكن بنيجي في الفترة ما بين عيد الميلاد وعيد القيامة، ودي قمة أعيادنا، نجعل هذه الفترة طعاما نباتيا كاملا. ما قبل عيد الميلاد وما بعد عيد القيامة الكنيسة تسمح بتناول السمك، والسمك ككائن حي في المية له طبيعة مختلفة عن الأطعمة الحيوانية، والطاقة فيه أيضا طاقة هادئة، وتوالده ليس بطريقة الشهوة أو التناسل. حتى أن أحد القديسين، أظن العلامة ترتليان، قال كده: نحن السمك الصغير بحسب سمكتنا الكبيرة، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شاء فولدنا في الماء. هتولدنا في المية، المية المعمودية يعني.
فتشبيه السمك أيضا من التشابيه المسيحية، ورموز الفن أيضا كانت تستخدم السمك. إحنا بنصوم في السنة 169 يوم، متأسف 196 يوم، 196 يوم ما يقرب من 200 يوم، وأيام الفطار حوالي 169 يوم، حوالي 170 يوم تقريبا طبعا، لأن صوم الرسل بيغير النسبة دي. لكن هذا يظهر لنا مقدار أهمية الصوم في كنيستنا، وأهمية الصوم في التربية، وأهمية الصوم في البيت اللي بيحافظ على هذه الخبزة، شيء مهم جدا. السيد المسيح فدانا على الصليب ومات لأجل العالم كله وحمل خطية العالم كله وجاء من أجل كل إنسان. ليه يا رب عملت كده؟ قال عشان بحب الإنسان. ولذلك محبة المسيح لنا لا يمكن أن نستوعبها، ونريد أن نبادله هذا الحب. طب نعبر عن محبتنا للمسيح إزاي؟ أحد وسائل التعبير أن يا رب الحاجات اللي بتشغلني في اليوم وبظن أنها سبب حياتي وبقائي أنا هستغنى عنها شوي حبا فيك. على رأي القديس بولس الرسول لما قال من أجلك نمات كل النهار عشان خطرك يا رب، وكلمة عشان خطرك دي أحد أساسيات الحياة المسيحية. يعني لو ظنينا أو كلمنا الشهداء إيه اللي خلاك تستحمل وتعيش وتواجه الألم؟ يقول عشان خطر محبة ربنا. لو كلمنا النساك إيه اللي خلاك تعيش في حياة ناسكة وفيها ضيق؟ يقول عشان خطرك يا رب. إن تكلمنا عن شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية أيضا، إن تكلمنا عن فترات الأصوام والصلوات الطويلة والتسبيح وإلى آخره، هي كلها عشان خطرك يا رب. ولكن الصوم ليس امتناعا فقط عن الطعام والشراب، ولكنه امتناع أيضا عن الشر وشبه الشر، امتناع بالكامل، هو وسيلة. أمر الصوم أن في الصوم نخضع أجسادنا لعمل الروح، ما الكائنات الحية كلها لها أجساد، الحيوانات لها جسم والنباتات لها جسم والإنسان له جسم، ولكن نريد أن الروح هي التي تقود الجسد مش الجسد اللي يقود الروح. طب الروح التي تقود الجسد لازم نديلها فرصة، وهنا يأتي الإنسان في فترات الصوم ليعيش ليس حسب الجسد بل حسب الروح، فتكون حياتك روحانية وتكون حياتك أقرب للسماء مما للأرض. يعني أنت بتدي فرصة لحياتك ولعمرك أنك تقترب للسماء، ولذلك أسميها خبرة الحب. في الصوم أيضا حاجة مهمة أن الإنسان يتحرر من الأنا. الصوم في معنى جميل أن الإنسان يشعر بضعفه، يشعر أنه ضعيف جدا. ده حتى القديس بولس الرسول عندما تحدث عن المحبة قال عبارة جميلة قوي، قال إن سلمت جسدي حتى احترق وليس لي محبة فلا أنتفع شيء. أرجوك تستعذب الكلمات، إن سلمت جسدي حتى احترق، يعني في واحد باللغة بتاعتنا كده نقول بيموت نفسه في الخدمة، وربما بيموت نفسه في الممارسات الروحية. جيد، وترى المحبة أخبارها إيه؟ محبة في قلبك شكلها إيه؟ مش موجودة، لا تنتفع شيئا. فالصوم هو الفرصة القوية لكي ما يتحرر الإنسان من ذاته، من الأنا، من إحساسه بنفسه،
لأنه ما فيش زيه. والتحرر ده تحرر مطلوب عبر حياة الإنسان، لأننا كثيرا يا إخوتي ما تحاربنا ذواتنا، ذات الإنسان دي تحاربه وتوقعه في أي وقت وفي أي سن. الإنسان عايز يتحرر من الذات ده. قد يحارب الشيطان الإنسان، وقد يحارب العالم بإغراءاته الإنسان، أما الذات فأيضا تحارب الإنسان لكنها مقيمة معه. وده السبب أن الصوم كفترة عبادة روحية ومتكررة، سواء على المستوى الأسبوعي أو على المستوى السنوي، وأيضا أحيانا على المستوى الشخصي. والصوم رفيق للصلاة، رفيق للصدقة، رفيق للخدمة، رفيق للحياة بصفة عامة، الحياة المسيحية. إذن محبة الله تدفعنا للصوم، طلبنا لعمل الروح القدس أن يقود حياتنا يدفعنا للصوم، طلبنا واحتياجنا لكي ما نتحرر من الذات ومن الأنا يدفعنا للصوم، أيضا محبتنا لإخوتنا، محبتنا لكل أحد تدفعنا هذه للصوم. أضف إلى ذلك أن الصوم في أساسه هو تدريب توبة وتذلل. جلست في المسوح كما صنع أهل نينوى، تدريب توبة. طبعا الصوم واضح لنا تماما أنه ليس تغيير الطعام بطعام تماما، ولكن ده بس عشان يدي إحساس للإنسان أن فيه أيام مختلفة. الصوم تدريب توبة، لكن في نفس الوقت عشان يعطي خبرة فرح. يبقى إنسان كده حسب أنه كأنه يعني خفيف، كأنه كده يقترب للسماويات، كأنه ارتفع فوق الأرضيات. والصوم كما يعطيه إحساس بالآخر، هو يعطيه أيضا إحساس بنفسه أنه ضعيف للغاية. والضعف ده يستغله الإنسان أنه يتغلب على روح الغضب وروح الأنانية. كتير مننا بيشكي من الغضب، من الغضب. الصوم وسيلة، الغضب ده طاقة، طاقة انفعالية عند الإنسان عايزة تطلع، فبتطلع في صوت عالي، بتطلع في حركات نرفزة أو حركات بالإيد أو في غضب شديد أو في ألفاظ غير لائقة. الصوم يجعل الإنسان مضبوطا ويستطيع أن يتغلب. أنا عايز أقول لك الصوم ده عامل زي حاجة بتوسع قلب الإنسان، فيقتني فضيلة نسميها فضيلة اتساع القلب بالحب للكل، فضيلة. والفضيلة الجميلة ده هي تجعل الإنسان يقتني فضائل من وراه. يعني مش الصوم لذاته، مش عشان صمت أيام هذا عددها، ولكن الصوم يساعد الإنسان أنه يقتني فضائل أكثر وأكثر، يتحكم في غضبه، يتحكم في كلامه، يقتني إلى حد ما فضيلة الصمت، يقتني فضيلة الشفقة على الآخر. كل هذه فضائل يجنيها الإنسان من وراء الصوم. الصوم نمارسه في الخفاء. ممكن واحد يكون واخد تدريب صوم وما نحسش بيه، وممكن يكون في البيت عايش ويان لكن بيكتفي بحاجة بسيطة كده وخلاص، واخد تدريب صوم لأجل موضوع خاص، لأجل شيء عنده. بل نحن الأقباط على سبيل المثال في أصوام العذراء نتبارى في هذه الأصوام. البعض يزودها أسبوع، يزود الصوم، والبعض يطلب أن يكون الصوم زي ما بتسموه كده بمية وملح، وتزداد فيه النسك
محبة الصوم. ولذلك من الأهمية بمكان بالنسبة للأباء والأمهات في البيوت إن إحنا نعلم ولادنا من صغرهم على فترات الصوم، تعليم المتدرج خطوة بخطوة، لكن أيضا نعلمهم أن ليس الصوم هو مجرد الامتناع عن الطعام، الصوم يشمل حياة ويشمل خبرة الحب. أب الاعتراف يستطيع أن يساعدك في فترة الأصوام سواء الكنسية أو في التدريب الروحية اللي ممكن يقدمها لك علشان ينمي حياتك الروحية. قديس أثناسيوس الرسولي له عبارة جميلة يقول: متى حفظ الصوم مقدسا لا يؤدي إلى التوبة فحسب، بل يعد قديسين ويسمو بهم إلى السماء، إلى يسمو بهم فوق الأرضيات إلى السمائيات. الصوم يعد قديسين. هي الصوم هو الخبزة الخامسة في هذه الخبزات الخمسة، وكأنها يا إخوتي خمسة تدريب لكيما نرتقي بحياتنا الروحية. في الكتاب المقدس زي ما قلت هي رسالة حب من الله للإنسان، وفي الصلاة هو لقاء حب بين الإنسان والله، وفي التوبة هي خطوة حب من الإنسان نحو الله، وفي التناول سر التناول هي شركة حب بين الإنسان أو بين الله والإنسان. أما في الصوم الخبزة الخامسة فهو خبرة الحب التي يقتنيها الإنسان أمام محبة الله. إذا أراد ربنا وعشنا في الأسبوعين الجايين أتكلم وياكم عن السمكتين في استكمال لهذه السلسلة اللي بنجاوب فيها بعد ما تكلمنا عن البداية، نجاوب فيها على مقدار محبتنا وشبعنا بربنا يسوع المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.